السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ربيع بروغرامير من إلكترو بروجي بو ام. إذا وكيف ما عودناكم دروس وشروحات وتفسيرات، كيف ما وعدتكم شرح ديال ماكينة آلة سي ان سي، شرح على مبدأ العمل والشيماتيك والربط وإلى آخره. إذا فكل مرة أعمل على موضوع ثم أعود إلى آلة سي ان سي لأتكلم عنها من جديد، سأتكلم عنها إن شاء الله وبإذن مرات عديدة ومرات عديدة إن شاء الله لكي تصلكم المعلومة. إذا فدائما الموضوع الذي يجلب أكثر اهتمام وأكثر تفاعل وإلى آخره هو الموضوع الذي نعمل عليه أكثر إن شاء الله وبإذن. إذا في إطار آلة سي إن سي أو سي إن سي ماشين أو ماكينة سي إن سي أو ماكينة التعامل الرقمي بالحاسوب أو التحكم الرقمي بالحاسوب، إذا الأساس في الماكينة كلها كما رأيتم في البروجكت السابق وكذلك البروجكت المقبل إن شاء الله سنعمل على هذه البوردة، بوردة أردوينو إينو صغيرة جدا. إذا بوردة أردوينو إينو كافية لتجهيز محركات 12 فولت 24 فولت أو إلى غير ذلك. إذا فالعديد يقول أن بوردة الأردوينو، أولا بوردة الأردوينو ضعيفة ولا يمكنها تحمل كل هذه الطاقات، إذا فليست البوردة هي التي تتحمل الطاقة، البوردة تعطي الأوامر فقط، تعطي التحكم، والدرايفرات تقوم بتضخيم أو تقوم بتضخيم الطاقة أو القدرة عن طريق التغذية. إذا في الأساس هناك بوردة أردوينو وهناك هذه الدرايفرات مثلا، أو هذه الدرايفرات من هذه النوع، هذه الدرايفرات تسمى الإي 4988، الاي 4988 الى كقيمة قصوية يمكنها ان تعطي تجهز 2 امبير، كقيمة قصوية 2 امبير الى 36 فولت، هذه يمكنها تجهيز الى 48 فولت كقيمة قصوية الى 5 امبير. اذا هذه تسمى التوشيبا او التوشيبا 6600، هذا رقم الاي سي المعروف بالداخل. اذا والريفرنسي للعلبة ككل هي الديف 268 ان كما ترون، الخمسة امبير لديها هذا المبدد الحراري مهم جدا، الاي سي في الداخل يرتكز عليه من الجهة المقابلة، اذا مهم جدا لتبديل الحرارة الناتجة في الاي سي. اذا هذا كذلك يمكن ربطه مع السي ان سي شيلد، سنتكلم عن السي ان سي شيلد الان. اذا هذه السي ان سي شيلد، معظمكم يسأل عن السي ان سي شيلد ما هي ما دورها. اذا هي باختصار دارة مطبوعة للسي ان سي، اذا فكل من يريد او يحب التحكم في السي ان سي او صنع السي ان سي، ماكينة السي ان سي، هذا شيلد خصيصا كدارة خاصة بالسي ان سي مزودة بمراكز الدرايفر من اجل تركيب الدرايفر عليها او من اجل اخذ هذا البين اوت لدرايفر اكسترن مثلا كهذا، فهذا الدرايفر يمكنه ان يشتغل مع السي ان سي شيلد، نربطه من الكنترول في هذه المرابط هنا الستيب والدايركشن ثم الانيبلد، ثم هو بدوره يعطي دون ان نركب هنا الاي سي. اذا نريد ان نستخدم الاي 4988، اذا نركبه هنا في مكانه وناخذ هنا مرابط الستيبر موتور. اذا الان نريد ان نصنع سي ان سي، اذا يجب ان نتوفر على، نريد ان نصنع كذا، اذا يجب ان نتوفر على كذا ويجب ان نفعل كذا. اذا نريد ان نصنع سي ان سي يجب ان نتوفر على اردوينو اينو ار 3 او ار 3 سي ان سي شيلد لتسهيل العملية، ثم 3 درايفر، واحد للاكس واحد للواي واحد للزد،
ثم 3 ستيبر موتور، هذه نيمة 23 مع جابن، جودة رائعة. إذا نيمة 23، واحد للإكس، واحد للواي، واحد كذلك للزد. نحتاج كذلك إلى تغذية 12 فولت أو 24 فولت، ونحتاج إلى هذه الأنت ستوب من أجل تحديد نهاية المسار أو أصل المعلم في الآلة لكي يستند عليه الحساب الرقمي أو حساب الخطوات. إذا فيما يخص الوايرين، كما ترون استخدمنا هذا الوايرين 4 خيوط، إذا هكذا طويل من أجل استغلاله في الآلة. إذا استخدمنا هذا الوايرين وهذا الكونكتور للإكس والواي والزاد كذلك. إذا كذلك هنا استخدمنا في هذه الستيبر موتور، هذه أصلا ستيبر موتور يوني بولر بستة خيوط سيفيل، كنسميوها يوني بولر سيفيل. إذا يوني بولر 6 خيوط، نعمل على إبطال أو إلغاء خيطين، وبالضبط وسط الكويل اي والخيط وسط الكويل بي. إذا هذه الكويل اي يكون في الوسط كومن، نعمل على إبطاله والكومن في البي. ثم من 6 خيوط نبطئ الاثنان، ثم يبقى لدينا 4 خيوط، ونستخدم المحرك بي بولار ستيبر موتور. وبنفس الطريقة كذلك هنا وهنا في الإكس والواي والزد، ثم يبقى لدينا 4 خيوط بي بولار لكي تتوافق مع الدرايفر ومع السي ان سي شيلد. إذا نشرع وبإذن الله في تركيب السي ان سي شيلد بهذه الطريقة. تركب هي متوافقة مع بوردة الأردوينو إينو R3 والميجا كذلك، تركب كذلك على الميجا وعدة إصدارات. إذا هكذا تركب. الآن لدينا بوردة واحدة، ولهذا يسمى الشيلد، فمعظم الشيلد تركب على الأردوينو وتكون متوافقة معه. ثم نبدأ بتركيب الدرايفر، فكما ترون هنا المواقع درايفر الإكس ودرايفر الزد ودرايفر الواي، وهنا درايفر الاي كمحرك إضافي إذا كنت تريد أن تضع محركين في الواي مثلا، أو إذا كنت تريد أن تضع إكسترودر، لأنك إذا كنت تريد صناعة طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنك استعين كذلك بهذا السي ان سي شيلد. يمكن أن توجه به طابعة ثلاثية الأبعاد أو سي ان سي، فنفس المبدأ ونفس الغرض. أولا نركب الدرايفر. يجب أن نلاحظ هذا البوتنسيومتر أو الريزيستور المتغير. إذا من جهة هذا الكونيكتور، كونيكتور الباور، من جهة كونيكتور الباور وليس من جهة الريزيت. إذا نبدأ بالإكس هكذا والواي كذلك، البوتنشيوميتر من هذه الجهة من جهة الكونيكتور وليس من جهة الريزيت هكذا، وحذاري من قلب الدرايفر لأنه سيؤدي ذلك إلى إتلاف، وكذلك الزد هكذا. إذا الإكس الواي الزد، هنا كذلك ركبنا هذا ما يسمى المبدد الحراري في الدرايفرات من أجل تبديد حرارة الآي سي. هنا في الباور أخذنا البلاس والماينس كما ترون هنا. إذا البلاس في الأحمر والماينس ففي الأسود كالعادة. نأخذ هنا من الباور نأخذ الجراوند ونضع هذا جانبا إلى أن نركب المحركات. إذا نركب أولا محرك الإكس، كما ترون هنا عملت
على تأشير المحركات والوايرين لأجل تسهيل العملية. إذا هكذا بهذا الشكل نركب الدرايفر الموافق في الكونيكتور الموافق الإكس والواي كذلك. هكذا ثم نزوده بالقدرة الباور هكذا بال12 فولت، ثم نتحقق من ذلك بالمالتيميتر كما ترون هنا 12.25. إذا ثم نركب أو نربط بوردة الأردوينو من خلال